يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسية الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين، حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى.